بيبدأ الفيلم بواحد اسمه كاين وهو رايح يشوف أخوه الكبير لينكون اللي يبقى رئيس عصابة كبير، وبيبقى قاعد مع أصحابه اللي بيكونوا متضايقين من كاين علشان خسر آخر ماتش ملاكمة لعبه، وده علشان كانوا مراهنين عليه ولما خسر خسروا كل الفلوس اللي دخلوا بيها الرهان. بس بيعرفهم ان الحياة مكسب وخسارة وهم كسبوا من وراه فلوس كتير قبل كده، بس برضو العصابة مش بتقتنع بكلامه وبيبقى كل همهم الفلوس اللي خسروها. وبيقعد كاين مع اخوه بعدها وبيعرفه انه داخل مشروع كبير ومحتاج انه يسلفه فلوس علشان يبدأ بيها مشروعه ويبعد عن حياة العصابات اللي اخوه عايش فيها دي. وطبعا كاين كان مفكر ان اخوه هيفرح له لانه عاوز يعمل حاجة مفيدة، بس بيتفاجئ كاين لما اخوه رفض وعرفه انه مش بيسلف فلوس كده من غير مقابل، وبيقول له في مهمة صغيرة لو عملتها هديلك اللي انت عاوزه، وبيقول له انه يروح للشريك هايد وهو هيقول له على المهمة اللي مطلوبة منه، وبعد ما يخلصها يديله الفلوس اللي هو عاوزها. بعديها بيروح كاين يقابل هايد في المكتب بتاعه وبيقول له ان في واحدة ست هتيجي كمان ساعة وهيبقى معاها شنطة مليانة فلوس، كل اللي مطلوب منك انك تستنى الست دي اول ما تخرج وتاخد منها الشنطة وترجعها تاني. وبيستغرب كاين من كلامه، بس هايد بيقوله طالما انت عاوز فلوس يبقى تعمل اللي اتطلب منك وخلاص، فبيضطر كاين يوافق علشان ما كانش قدامه حل تاني. وبيخرج كاين يستنى الست بره المبنى، واول ما بيشوفها خارجة بيجري عليها بسرعة وبيشد منها الشنطة اللي معاها وبيهرب من المكان فورا، بس الست طلعت تجري وراه باقصى سرعتها، وحاول كاين يهرب من قدامها بسرعة بس وهو بيبص على الست كان هيتخبط من عربية، وبرضو الست كانت بتجري وراه من غير اي استسلام، وكان باين على الست ان الشنطة دي مهمة جدا بالنسبة لها. بس فجأة بيسمع كاين صوت عربية وبيبص بيلاقي الست خبطتها عربية وبتنزل ميتة، وساعتها بيقف كاين يشوف الست وهو مصدوم ومش مصدق ان الست ماتت بسببه، وساعتها اتفاجئ بالشرطة وهي بتهجم عليه وبيقبضوا عليه وبياخدوا معاهم لمركز الشرطة. وهناك بيقعد مع رئيس الشرطة وبيعرفه انه ملوش ذنب في موت الست، هو بس سرق الشنطة بتاعتها وعربية هي اللي خبطتها. بس ساعتها بيتفاجئ برئيس الشرطة وهو بيقوله ان هو عارف كل الشغل الشمال اللي اخوه بيشتغله هو وهايد، ومن الحاجات الغلط اللي هم بيعملوها ان هم بيسلفوا الناس فلوس بفوائد قليلة، واول ما الناس تاخد الفلوس وتمشي بيبعتوا وراهم ناس تسرق منهم الفلوس وترجعها لهم تاني، وبتفضل الناس تسدد في الفلوس دي سنين وهم اساسا ما استفادوش منها حاجة. بس كان كاين ساعتها مصدوم من اللي الضابط بيقوله ومش مصدق ان اخوه الكبير بيظلم الناس اللي محتاجة بالشكل ده، وبيتفق مع الضابط وبيقوله انه يعرفوا كل حاجة عن اخوه وبيوعده انه ساعتها مش هيتسجن غير مدة بسيطة بس علشان هيعتبروه ضحية وما كانش يعرف اللي اخوه بيعمله. بس رغم ان كاين كان مصدوم من اللي اخوه بيعمله بس مرضاش يعترف عليه علشان في الاخر اخوه برضه، فبياخده ظابط تاني كده قاعد معاهم لأوضة تانية وبيحطه في ايده الكلبشات وبيفضل يضرب فيه بكل قوة علشان يعترف على اخوه، بس في الاخر برضه رفض يتكلم ويقول اي حاجة على اخوه، وبسبب كده بيرفض الظابط انه يترفع له اي محامي، وعلشان القضية بتاعته كان ليها علاقة بالقتل حطوه في سجن من اخطر السجون اللي موجودة في البلد اللي موجود فيها اخطر المجرمين اللي موجودة. وفي يوم وهو بيتمشى كده في السجن جاله واحد ضخم ومن غير اي مقدمات بدأ يهجم عليه بكل عنف وكان باين عليه انه عاوز يقتله، بس كاين قدر يتغلب عليه ووقعه على الارض وفضل يضربه بكل عنف لحد ما اتغلب عليه، وساعتها هجم عليه مسجون تاني وضربه بالسكينة في جنبه، واول ما كاين شاف الدم اتعصب جدا وهجم على الراجل وفضل يضربه هو كمان لحد ما وقع منه السكينة وكمل عليه ضرب لحد ما خلص عليه هو كمان، وهجم عليه اكتر من مسجون تاني وفضلوا يهجموا عليه وهو يهجم عليهم، بس علشان كان عددهم كبير قدروا يوقعوه في الارض وكتفوه وحطوا وشه على درجة السلم، وجي واحد ضربه بالرجل على راسه ضربة قوية جدا لدرجة ان الفك بتاعه اتكسر، وبينقلوه بعد كده للمستشفى، ولما بيفوق بيعرفوا الدكتور ان هو قدر يعالجه وركب له بدل اسنانه اللي وقعت اسنان فضة، بس بيعرفوا ان ممكن لما يخرج يبقى يغيرها باسنان بيضة، بس كاين بتعجبه اسنانه كده لان بقى شكله مخيف والمساجين هتخاف منه اكتر. وبعدها بتجيل امه علشان تزوره، بس بتتفاجئ من شكله اللي اتغير وخصوصا انه كان هو الابن المطيع ليها عكس اخوه لينكون زعيم العصابة، بس كاين بيطمنها وبيعرفها ان اللي حصله ده بسبب مشكلة في السجن وخلاص انتهت،
وبيطلب منها انها تقول لاخوه انه يجيله زيارة في السجن علشان عاوز يتكلم معاه. لما بتنتهي الزيارة بيرجع كاين لزنزانته وبيفضل يتمرن فيها ليل نهار علشان يزود من قوته، علشان كان عارف انه لما يخرج من زنزانته اكيد هيقابل مشاكل تاني اكبر من اللي حصل. وفعلا اول ما بيخرج بيتفاجئ باتنين وهما محاوطينه من كل مكان، وبيقفلوا عليهم الباب وبيهجموا عليه بالاسلحة علشان يقتلوه، وبيقدروا انهم يضربوه بالسكينة في وشه، بس بيقدر يتمكن منهم وبيهجم عليهم بكل قوته وبيكسر عظمهم ضرب، وبيجي حراس السجن في النهاية وبيضربوه وبياخدوه بعيد عنهم لانه كان خلاص هيموتهم، وبياخدوه للقاضي علشان يحكم عليه بسبب الاتنين اللي ضربهم وسبب لهم كسور في جسمهم. بس كان حاول يفهمه ان هما اللي اعتدوا عليه بالضرب في الاول، وان هو كان بيدافع عن نفسه مش اكتر، وكمان بيطلب منه انه يتنقل لسجن تاني لان المساجين هنا عاوزين يقتلوه. بس القاضي ما اهتمش بكلامه وزود عليه سنة سجن فوق المدة بتاعته، منهم 6 شهور في الحبس الانفرادي. وساعتها بيتحصب عليه كاين وبيعرفه انه ما عملش حاجة غير انه كان بيدافع عن نفسه، وبيقول له انت مش هتفهم اللي بيحصل لانك قاعد هنا على مكتبك ومش عارف ايه اللي بيحصل جوه السجن. وبيروح بعد كده للحبس وبيستغل الفترة اللي هيقعدها في الحبس الانفرادي، وبيبدأ يتمرن ليل نهار، وبيفضل يتمرن كل يوم لحد ما بيوصل لمرحلة قوية جدا من التدريب. ولما بيخلص مدة الحبس الانفرادي بيخرج يتخانق مع المساجين كالعادة، بس المرة دي بيتخانق مع مجموعة كبيرة مع بعض، وعلشان كاين اتدرب كويس جدا بيقدر انه يتمكن منهم كلهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبعد كده بيروح لواحد من اللي لسه مضروبين وبيسأله هم ليه عاوزين يقتلوه من اول ما دخل السجن، فبيفهموا المسجون ان اخوه لينكون حاطط جايزة 20,000 دولار للي هيخلص عليه جوه السجن. وساعتها بيتصدم كاين من اللي بيسمعه، وما كانش مصدق ان اخوه الكبير اللي رفض يعترف عليه قبل ما يخش السجن هو اللي عاوز يخلص منه. وبعد كده بيكون كاين موجود في المكان المخصص للاكل، وبرضه بتيجي مجموعه كبيره تهجم عليه، وتقريبا كان كل يوم يدخل في قتال مع مجموعه شكل، والمنافسه بينه وبين المساجين بتبقى اعنف، بس في النهايه كان كل مره بيقدر انه يتغلب عليهم رغم ان عدد المساجين اللي كانوا بيهجموا عليه كان بيزيد كل مره تقريبا. وبعد كل القتال بيروح كاين للمستشفى علشان يتعالج، ويطلع يروح للقاضي يديله حكم اضافي لمده 2 سنين منهم شهرين في الحبس الانفرادي. وبيستمر الوضع كده لمدة 3 سنين كاملين، كل يوم الصبح يبدأ يومه بقتال مع المساجين، وبالليل يروح المستشفى يتعالج ويطلع على القاضي يتص حكم. واستمر الوضع كده لحد ما بقى أشهر مسجون في السجن، وبقت كل المساجين بتخاف منه، لحد ما في يوم بتجيله أمه تزوره في السجن وبتعرفه إنه جالها مرض السرطان، وكانت تتمنى إن الفترة دي كاين يبقى معاها علشان مش هتقدر تجيله الفترة اللي جاية. وتأثر كاين جدا من كلامها وكان حزين جدا عليها، ومرضاش يقول لها حاجة على أخوه اللي كان السبب في كل اللي هو فيه دلوقتي، علشان لو عرفت كانت هتزعل وممكن تتعب أكتر بسبب كده. وفي مرة من المرات كاين بيتعالج في المستشفى كالعادة، بيجيله رئيس الشرطة وبيقول له إن عرف إن أخوه هو اللي ورا كل اللي بيحصل له في السجن، وبيقول له أنت مرضتش تعترف على أخوك زمان وهو بعت رجالة علشان يموتوه، وبينصحه إنه يعترف على كل الجرائم اللي بيعملها أخوه علشان يستريح من الهم اللي هو فيه ده. وساعتها بيوعده كاين إنه هيعترف له بكل حاجة، بس بشرط واحد، وهو إنه يروح يزور أمه في المستشفى علشان تعبانة. فبيوافق رئيس السجن وبيروح كاين علشان يشوف أمه في المستشفى، بس بيتصدم لما بيعرف من الدكاترة إن أمه لسه ميتة من 20 دقيقة، وبيزعل كاين جدا على أمه علشان هي الوحيدة اللي كانت بتهون عليه اللي هو فيه ده كله. وبيطلب من الدكاترة انه يدخل يشوفها للمرة الاخيرة، وعلشان الظروف اللي كان فيها بيوافق الحراس انه يدخل يشوفها، وبياخدوه بعد كده وبيركبوا الاسانسير علشان يرجعوه للسجن مرة تانية، بس بيهجم كاين على الحراس اللي في الاسانسير وبيقتلهم، وبيهرب بسرعة من المستشفى قبل ما حد يشوفه، وبيقف بعد كده يراقب الناس في الشارع، ولما بيشوف واحد داخل الحمام العمومي بيدخل وراه وبياخد منه الهدوم بتاعته علشان محدش يتعرف عليه. وبيكرر كاين انه ينتقم من كل اللي عمله فيه كده، وبيبدأ بالظابط الفاسد اللي ضربه قبل ما يدخل السجن، وده علشان كاين عرف في السجن ان الظابط ده راح لاخوه فهمه ان كاين اعترف عليه، علشان كده اخوه حط مكافأة للي يخلص عليه. واول ما بيشوفه بيعرفه انه لو قتله دلوقتي هيبقى قتل مسجون هارب من السجن، وهيحقق العدالة والناس كلها تشوفه بطل. وبيهجم عليه مرة واحدة، وبيكون مفكر انه لسه الشخص الضعيف اللي قبله قبل ما يدخل السجن، بس اللي ما يعرفوش
إن كاين بقى وحش مميت محدش يقدر عليه، وفعلا بيتمكن من الضابط وبيفضل يضربه وبياخد حديدة من المكان وبيفضل ينزل بيها على دماغه لحد ما بيخلص عليه، وبيروح بعد كده للمحاسب اللي ماسك كل حسابات أخوه وبيقوله يحول الفلوس لكل الناس اللي أخوه ضحك عليهم وسرق فلوسهم، خاصة الست اللي ماتت في حادثة العربية. وهنا المحاسب بيطلع السلاح بتاعه علشان يهدد بيه كاين، بس بيقدر ياخد منه السلاح وبيهدده انه لو منفذش اللي عاوزه دلوقتي هيقتله وهيقتل عيلته كلها. فبيخاف المحاسب من كاين وبيضطر انه يسمع كلامه، وفعلا بيحول كل الفلوس اللي في حساب اخوه لكل الناس اللي ضحك عليهم، ومش بتبقى في حسابه غير 1500 دولار، وبياخد بعضه بعد كده وبيروح للمكان اللي بيتجمع فيه اخوه وصحابه، وبيضرب الاتنين الحراس اللي واقفين على المكان، وبيدخل المكان عادي وبيطلب مشروب، وبيفضل يسمع كلام الناس اللي قاعدة في الحانة، وبيعرف ان كلهم من عصابة اخوه. وبعد شوية بيدخل الاتنين الحراس اللي كانوا واقفين برا وبيهجموا على كاين، بس كاين بيبقى اسرع منهم وبيهجم عليهم تاني وبيتمكن منهم وبياخد منهم سلاح، وبيضرب طلقة في الهوا وبيهددهم كلهم ان لو حد منهم عمل اي تصرف ما عجبهوش هيقتلهم كلهم. وساعتها بيخرج هايد من الاوضة بتاعته وبيبقى متضايق من الدوشة اللي بتحصل في المكان، بس بيتصدم اول ما بيشوف كاين وهو مصوب عليه السلاح، وبياخده يفتشه وبيأمره انه يقف مع بقية العصابة يا اما هيقتله. وبيبقى هايد مستغرب من شكل كاين اللي اتغير جدا بعد ما دخل السجن، وبيسأله هو ازاي خرج من السجن بالسرعة دي. فبيعرفه كاين انه هرب من السجن بعد ما امه ماتت علشان ياخد حقه وينتقم منهم كلهم، وبيتصدم كل اللي واقفين لما بيعرفوا ان اللي واقف قدامهم هو كاين اخو لينكون، وبيخافوا جدا علشان الحاجات اللي كانوا بيسمعوها عنه لما كان في السجن. وبيتكلم كاين مع هايد وبيقول له انه عرف انهم كانوا حاطين 20,000 دولار للي يخلص عليه في السجن، بس بيعرفوا ان وجوده في السجن اللي كان فيه غير فيه حاجات كتير جدا، وبيطلب منه انه يتصل على اخوه لينكون ويقول له يجي بسرعه وما يعرفوش انه موجود. فبيسمع هايد كلامه وبيتصل على اخوه بيقول له انه يجي بسرعه علشان في مشاكل في الشغل. وبعد شويه بيوصل اخوه هو ورجالته، وبيتصدم لما بيشوف اخوه كاين وهو مصوب السلاح على هايد، وبيامر اخوه انه يقف مع بقيه العصابه بهدوء يا اما هيقتل هايد، بس ساعتها بيحاول لينكون انه يضحك عليه بالكلام وبيقعد يقول له احنا اخوات ومش عارفين ايه، وده طبعا بعد ما عرف ان كاين عرف ان هو اللي ورا موضوع قتله في السجن. وساعتها بيعرفوا كاين انه قتل الضابط اللي قاله انه هو اعترف عليه بالكذب، وكمان راح للمحاسب وخلاه يحول كل الفلوس اللي في حسابه للناس الفقيرة اللي هو سرقها. واول ما بيعرف لينكون باللي عمله بيعترف له انه فعلا هو اللي وصى عليه انه يتقتل في السجن، وبيوعده انه مش هيخرج من المكان اللي هم فيه عايش. بس اثناء ما اخوه بيتكلم بتاخد الست اللي وراه زازة وبتضربه بيها على دماغه، وبيهجم عليه كل افراد العصابة اللي موجودة، بس طبعا بسبب القتالات الكتير اللي دخلها في السجن بيقدر كاين انه يقاتل قدامهم بكل شراسة، ورغم ان عددهم كان كبير جدا وهو لوحده بس بيقدر انه يهجم عليهم واحد ورا التاني ما كانش حد قادر عليه خالص. وبعد ما بيخلص على معظمهم بيتعصب عليهم وبيزعق وبيلوم ان اللي هو فيه دلوقتي كان بيفطر بيه كل يوم الصبح في السجن، وبيكمل ضرب في بقيتهم لحد ما بيجي واحد يضرب عليه بالبندقية، بس كاين بيطلع يجري عليه بسرعة وبياخد السلاح منه وبيفضل يضرب عليهم نار لحد ما بيخلص على كل أفراد العصابة. وبعد ما بيخلص عليهم كلهم بيروح يشرب كاس على البار وهو مليان إصابات كتيرة جدا، وبيضحك لأخوه علشان قدر إنه يخلص عليهم كلهم لوحده، بس بيتفاجئ بأخوه وهو مصوب عليه السلاح وبيقوله إنه خلاص دي النهاية بتاعته. بس ساعتها بيسأله كاين هو ليه عمل معاه كل ده، وبيتصدم لما بيقوله ان عمل كده لما الناس بطلت تراهن عليه لما فضل يخسر في ماتشات الملاكمة، علشان كده هو ما بقاش محتاجه. وبيضرب عليه بالسلاح اللي معاه، بس بيتفاجئ لما بيلاقي السلاح فاضي، فبياخد السكينة وبيهجم عليه علشان يقتله، بس كاين كان اقوى منه وقدر انه ياخد منه السلاح وطعنه بيه في بطنه ورماه على الارض ومات في ساعتها. وبيبص للست صاحبة المكان وبيعتذر لها على البهدلة اللي حصلت في المكان، وبيسيبها وبيخرج وبيبقى مش قادر يمشي من كتر الاصابات اللي عنده، بس بيقعد كده مع نفسه وبيضحك وبيبقى فرحان انه قدر ياخد حقه، وكمان رجع للناس حقوقها بعد ما اخوه والعصابة بتاعته كانوا بيسرقوهم لسنين كتير. بيبدأ الفيلم في مدرسة للنينجا في اليابان، وبنشوف محارب اسمه كيسي في قتال مع واحدة
اسمها ناميكو اللي هي بنت المدرب بتاع عشيرة النينجا، بس بتقدر ناميكو انها تهزم كيسي، وساعتها بينصحه المدرب انه يصفي ذهنه اثناء القتال وما يخليش حاجة تشتت انتباهه. وبيجي الليل وبنشوف المعلم تاكيدا وهو بيفتح صندوق اسلحة النينجا المقدس اللي اتجمعت في سنين كتيرة جدا، وكمان من ضمن الاسلحة دي سيف اسمه شينوبو، والسيف ده كان عنده القدرة انه يقتل اي شخص وكمان يرجعه للحياة مرة تانية. طبعا مش هو اللي بيرجع للحياة، يعني مش عاوزين نقول كلام غلط، استغفر الله العظيم. وتاني يوم بيجمع المعلم التلاميذ وبيعرفهم ان اقوى اتنين في المدرسة هما مسازوكا وكيسي، وبيقول لهم ان اكيد حد من الاتنين دول هيبقى هو المعلم بتاع المدرسة من بعد. ساعتها بيتحمس كيسي وبيبدأ يتدرب اكتر من الاول، وبتجيله ناميكو تطمن عليه وبان كده عليهم انهم بيحبوا بعض. بس ماسازوكا كان شايفهم وبيكون متضايق من كيسي علشان بيحب ناميكو، واكيد كده قيادة المدرسة هتروح من ايده، وكمان هيتجوز ناميكو فهياخد منه كل حاجة. وبنروح لكيسي اللي بيكون قاعد في اوضته وبيطلع صورة امه، وبنعرف انه كان يتيم وجي المدرسة من وهو صغير، وبيروح له ماسازوكا وبيقعد يعايره علشان ابوه كان مدمن، وبيقول له ان امه سابته وهربت مع عشيقها. طبعا بيتضايق كيسي وكان هيقوم يضربه، بس بيجي المعلم وبيأمر ماسازوكا انه يروح معاه، وبيتكلم معاه وبيقول له انه يعامل كيسي كويس، وبيعرفه انه هو متربي في المدرسة، يعني المفروض تكونوا اخوات مش اعداء. وبيجي تاني يوم وبيكون في قتال بين كيسي وماسازوكا، وبيكونوا بيقاتلوا بسيوف مصنوعة من الخشب علشان ده في الاول وفي الاخر تدريب، وبيبدأوا الاتنين يهجموا على بعض، وكان مستواهم عالي جدا لحد ما بيقدر ماسازوكا انه يوقع كيسي في الارض، وكان عاوز يقتله بس بيتلم عليه التلاميذ وبيمنعوه، وساعتها بيضربهم وبياخد سيف حقيقي وبيحدفه على كيسي، بس مش بيجي فيه، بس بيقدر ياخد سيف تاني وبيهجم على كيسي علشان يقتله، بس كيسي قدر انه يجرحه في عينه. وساعتها المعلم بيتعصب جدا وبيطرد ماسازوكا من المدرسة علشان خالف القوانين وكان عاوز يقتل كيسي، وساعتها بينهار ماسازوكا وبيفضل يترجاه انه يسامحه علشان ما عندوش مكان تاني يروحه، بس المعلم كان اخد القرار وبيطرد ماسازوكا من المدرسة. بعد مدة كبيرة بنشوف مجموعة من رجال العصابات بقيادة شخص اسمه تيمبل، وبيكونوا متجمعين علشان يرحبوا بالعضو الجديد معاهم، وبعديها بيمسك حديدة سخنة وبيعمل وشم العصابة على صدر العضو الجديد. بروح بعدها الرجل العصابات في روسيا وهو رايح يتعاقد مع شخص علشان يشتري منه المسرح الروسي، بس بيجي لهم واحد من النينجا وبيهجم على كل الحراس اللي موجودين في المكان وبيقتلهم كلهم، وبعديها بيروح الرجل العصابات بيتبحوا بالسيف بتاعه. وبنعرف ان النينجا ده هو ماسازوكا اللي بقى شغال مع عصابة تيمبل بعد ما المعلم طرده من المدرسة واصبح قاتل مأجور، وبيكلم تيمبل بعدها وبيعرفه انه نفذ المهمة بتاعته، وبيطلب منه انه يفتح التلفزيون ويشوف الاخبار، وساعتها بيشوف الراجل بتاع العصابة وهو طالع للناس في المؤتمر وهو مدبوح في رقبته، وبيتأكد ساعتها ان ماسازوكا خلص المهمة بتاعته. بنروح لليابان مرة تانية وبيكون المعلم عامل حفلة علشان هيختار المعلم الجديد للمدرسة، وهو اللي هيحافظ على صندوق الاسلحة الاسطوري من بعده، لحد ما بيتفاجئ كل اللي موجودين بماسازوكا وهو نازل من عربيته والفلوس بانت عليه، وبيتكلم مع المعلم وبيقول له ان المفروض يختاره هو لمنصب المعلم الجديد، وبيطلب منه ان هو اللي ياخد الصندوق علشان هو ياباني الاصل، بيلمح على كيسي يعني، بس ساعتها بيعرفه المعلم انه اصبح قاتل مأجور وملوش مكان بينهم في المدرسة وبيطردوا منها للمرة التانية، بس ساعتها بيهددوا ماسازوكا وبيعرفه انه هينتقم منه من كل اللي موجودين في المدرسة لانه بقى اقوى منهم كلهم، وبيسيبهم وبيمشي. وعلشان المعلم كان متأكد ان ماسازوكا هيرجع مرة تانية علشان يسرق الصندوق، بيتجمع مع تلاميذه اللي منهم كيسي وبيطلب منهم انهم ينقلوا الصندوق ده في مكان تاني اكتر امان من هنا، وبيطلب من كيسي المهمة دي لانه اكتر شخص بيثق فيه وكمان هو اللي هيدير المدرسة من بعده. وتاني يوم بيستعد كيسي هو وناميكو علشان ينقلوا صندوق الاسلحة لنيويورك، ولما بيوصلوا بيقابلوا دكتور بول، وبنعرف انه صديق المعلم من زمان، وبياخدهم هما والصندوق وبيروحوا يشيلوه في الخزنة بتاعت جامعة نيويورك لان المكان هناك امان وصعب ان اي حاجة تتسرق منه، وبياخدهم بعد كده وبيستضيفهم في بيته وبيطلب منه كيسي انه يحافظ عليه لان ورث مهم جدا بالنسبة للنينجا كلها، وبيطمنه الدكتور بس بيسأله انه هو ازاي امريكي الاصل وانضم لجماعة النينجا اليابانية، فبيعرفه كيسي ان ابوه كان جندي في القوات البحرية وكان في مشاكل كتيرة جدا بينه وبين امه،
واضطرت امه ساعتها انها تسيب البيت وتهرب مع حبيبها، وبعديها ابوه بقى مدمن كحول لحد ما انتحر بالعربيه بتاعته. وكيسي ساعتها كان لسه صغير وراح لدار ايتام، وساعتها شافه المعلم وقرر يتبناه واخده بعديها معاه للمدرسه لانه شاف انه هيبقى مقاتل قوي لما يكبر. في نفس الوقت كان ماسازوكا بيجهز نفسه علشان يروح ينتقم من المعلم ومن كل اللي موجودين في المدرسه، وفعلا بيوصل المدرسه وبيبدا يقتل اي حد يجي قدامه. وكان باين ان ماسازوكا اصبح قوي جدا فعلا، وانه اشتغل على نفسه جامد في الفتره اللي اتطرد منها من المدرسه، وبيقتل كل اللي موجودين ومحدش بيقدر عليه لحد ما بيخلص على كل الطلاب. وساعتها بيحس المعلم ان في حاجه غلط، وبيعرف ساعتها ان ماسازوكا جه، وبيمسك السيف بتاعه لحد ما بيدخل عليه ماسازوكا، وبتقوم بينهم معركه قويه جدا. وكان ساعتها المعلم عارف كل حركات ماسازوكا تقريبا لان هو اللي مدربه من وهو صغير، وعلشان كده بيشغل ماسازوكا دماغه وبيطفي النور في المكان وبيلبس القناع بتاع الرؤيه الليليه، وبيحدف على المعلم سهم في رقبته مليان بالسم، وساعتها بيطلع الترياق بتاعه وبيعرف المعلم ان مفيش غير جرعه واحده بس، وبيطلب منه انه يعرفه مكان الصندوق علشان يديله الترياق ويعيش. بس ساعتها المعلم بيفضل انه يموت بشرف ولا انه يقوله على مكان الصندوق لانه عارف ماسازوكا خاين وهيستغل الاسلحه اللي فيه في الشر. وساعتها بيتعصب ماسازوكا طبعا وبيعرفه انه فضل كيسي عليه علشان كده هو هيقتله، وبيضرب المعلم بتاعه السيف بيطير له رقبته. في نفس الوقت كانت ناميكو بتتصل على ابوها من رقم الدكتور بول، وبيشوف ساعتها ماسازوكا الرقم وبيتصل على طول على تيمبل وبيعرفه مكان ناميكو، وبيطلب منه ان يبعت رجالته علشان يعرفوا منهم مكان الصندوق. في نفس اليوم بيبعت تيمبل رجاله على بيت الدكتور بول وبيقتلوه على طول اول ما بيوصلوا، وبيبداوا يهجموا على كل اللي موجودين. وساعتها كيسي بيخبي ناميكو والاتنين تلاميذ المعلم بيهجموا على العصابه، بس مش بيقدروا يعملوا معاهم حاجه لان العصابه مسلحه كويس جدا، وبيخلصوا على الاتنين. وبيروح واحد منهم يهدد ناميكو علشان تعترف على مكان الصندوق، بس بيوصل كيسي في الوقت المناسب وبيهجم عليه، وساعتها بيشوفه على صدر وشم العصابه وبيخلص عليه وبيخلص كمان على كل اللي موجودين، وبياخد ناميكو وبيمشوا من المكان بسرعه. في الوقت ده كان ماسازوكا في المطار علشان يسافر لنيويورك، بس اتفاجئ ان الرحله عددها اكتمل، فبيضطر انه يخدر شخص من اللي مسافرين وبيسرق منه التذكره بتاعته. وفي نفس الوقت كان كيسي وناميكو وصلوا فندق علشان يريحوا فيه بعد اللي حصل، وبيحاول كيسي انه يهدي ناميكو شويه علشان كانت متوتره جدا بعد اللي حصل. وبتوصل الشرطه لمسرح الجريمه وبيبداوا يحققوا في اللي حصل، والمشكله ساعتها انهم بيلاقوا جواز السفر بتاع كيسي وناميكو، وبيتأكدوا ان هم دول اللي عملوا كده. وبيشوف كيسي وناميكو في الاخبار انهم مطلوبين للعدالة علشان متهمين في جرائم قتل. وساعتها بيقرر كيسي انه ينقل الصندوق بتاع اسلحة النينجا من الجامعة لمكان تاني لان كده الجامعة مش امان بعد وفاة الدكتور بول. وتاني يوم بيصحى كيسي من النوم وبيتفاجئ ان ناميكو مش موجودة في البيت، فبينزل بسرعة وبيسأل صاحب الفندق فبيعرفوا مكانها، وبيروح لها بيلاقيها قاعدة في الكافيه وبيقول لها انها ما تنزلش تاني من غير ما تقوله. وبيتفاجئوا ساعتها باتنين من المجرمين وهم بيضربوا نار على المكان، وناس كتيرة جدا من المكان بتموت، بس بيقدر كيسي وناميكو انهم يتصدوا للمجرمين دول وبيخلصوا عليهم وبيهربوا بسرعة من المكان، وبيروحوا لمحطة المترو علشان يهربوا من هناك بأي طريقة. بس برضو العصابة بتنزل وراهم وبيتوزعوا في العربيات بتاعة المترو كلها، ولما بيشوفهم كيسي وبيحاول يغير العربية اللي هو فيها، بس بتهجم عليه العصابة وبتقوم بينهم معركة قوية جدا جوه المترو، وبيخلص كيسي على عدد كبير منهم لحد ما بيهجم واحد منهم على ناميكو، وساعتها بيتحول كيسي وبيخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني لدرجة انه رمى واحد من العربية بتاعت المترو. وبيوصل بعدها للمحطة، وأول ما بينزلوا بيتفاجئوا برجالة الشرطة وهم محوطينهم من كل مكان، وبيقبضوا عليهم علشان يحققوا معاهم بتهمة قتل الدكتور بول. في نفس الوقت كان ماسازوكا وصل لتيمبل وبيساله عن الصندوق، بس بيقول له ان لسه ما قدرش يوصل. وساعتها بيتعصب ماسازوكا وبيقتل الشخص اللي هرب منه كيسي وناميكو قدام عينه، بيهدده انه لو ما جابلوش الصندوق هيخلص عليه هو كمان. وفي نفس الوقت كانت الشرطه بتحقق مع كيسي وناميكو، وبيضطر كيسي ساعتها انه يحكي لهم الحكايه كلها، وبيحاول يقنعهم ان في شخص اسمه ماسازوكا هو اللي ورا كل ده علشان يسرق صندوق الاسلحه.
بس الشرطة مش بتقتنع بكلامه وبيستهزئوا بيه وبيبقوا متأكدين ان هما اللي قتلوا الدكتور بول. بعدها بيوصل ماسازوكا لقسم الشرطة وبيبقى متنكر في هيئة محامي وجاي يدافع عن كيسي وناميكو، وبيقطع الكهرباء في قسم الشرطة وبيعرف ساعتها كيسي ان ماسازوكا وصل وناميكو في خطر، وبيحاول كيسي ساعتها ان يفك نفسه بسرعة علشان ينقذ ناميكو. وماسازوكا كان عمال يقتل في رجال الشرطة واحد ورا التاني بالسيف بتاعه وهو لابس القناع بتاع الرؤية الليلية. في نفس الوقت كانت الشرطة بتنقل ناميكو لمكان تاني، بس بيوصلها ماسازوكا وبيقتل افراد الشرطة اللي معاها وبيخدرها وبياخدها معاه وبيمشي. وكيسي ساعتها كان قادر يفك نفسه وبيخرج من الأوضة بسرعة، وساعتها بيشوف ماسازوكا وهو اخد ناميكو وطالعين للسطح، فبيجري وراه وبيدخل معاه في معركة قوية. وكيسي بيتصدله بكل قوته رغم ان كيسي معهوش سلاح، وماسازوكا بيقتله بالسيف بتاعه لحد ما بيسمع صوت الشرطة وهي طالعة على السلم، وبيقدر انه ياخد ناميكو وبيهرب من المكان بسرعة. وبعديها بينط كيسي من فوق مبنى الشرطة وقدر انه يهرب منهم هو كمان. بعديها بنشوف ماسازوكا وهو مكتف ناميكو في المصنع بتاعه وبتسأله اذا كان قتل ابوها فعلا ولا لا، بس بيقول لها انه كان بيحب ابوها جدا وكان بيعتبره زي ابوه لحد ما فضل عليه كيسي علشان كده كان لازم يقتله. وبيعرفها كمان انه قدامها مهلة ساعة واحدة بس علشان تعرفه على مكان الصندوق. بروح لكيسي اللي وصل لصاحب الكافيه اللي كانوا قاعدين فيه الصبح لانه متاكد ان هو اللي اتصل على العصابه اللي كانت بتطاردهم الصبح، وبيجري وراه كيسي وبيضربه. وبيشوف ساعتها على صدره نفس العلامه اللي شافها على الراجل اللي قتل دكتور بول، وبيقدر يعرف منه ان الزعيم بتاعه اسمه تيمبل، وبيعرفه كمان على مكان الشركه بتاعته. وبيروح كيسي على طول لهناك، واول ما بيوصل بيهجم على الحراس اللي موجوده في المكان وبيدخل للمكان، وبيبقوا ساعتها عاملين احتفال كده بمناسبه تعيين واحد جديد للعصابه بتاعتهم. بس بيهجم عليهم كيسي وبتقوم بينه وبين افراد العصابه معركه شرسه جدا، وعلى الرغم ان عددهم كبير بس بيقدر كيسي انه يخلص على عدد كبير منهم بكل قوته. وساعتها بيحس تيمبل بالخطر وبيطلع سلاحه وبيضرب على كيسي نار، بس مش بتيجي فيه حاجه. هو بيهرب منه بس كيسي بيقدر برضه يوقفه. ساعتها بتكون الساعه خلصت وبيدخل ماسازوكا على ناميكو مره تانية وبيهددها انها لو ما اتكلمتش هيقتلها، بس ساعتها بيتصل عليه كيسي وبيتفق معاه انه يقابله في مكان معين وهو هيديله الصندوق بس ما يقربش ناحيه ناميكو. هو في نفس الوقت كان المحققين في بيت الدكتور بول وبيفتشوا فيه مره تانية، وبيعرفوا ساعتها مكان الصندوق من الملفات بتاع الدكتور بول اللي لقوها. في نفس الوقت كيسي كان رايح لمكان الصندوق وبيقدر يدخل للجامعه من فتحات التهويه، وبيشوف ساعتها الحارس اللي مسؤول عن الصندوق بس بيهجم عليه وبيثبته، وكمان بيقدر انه يحبس باقي الحراس في الخزنه وبياخد الصندوق وبيمشي. بس بيتفاجئ بالمحقق فرانك اللي بيهدده بالسلاح بتاعه انه ما يتحركش من مكانه، بس بيقدر كيسي ساعتها انه يقنع المحقق انه يسيبه علشان يلحق ينقذ ناميكو. وبيروح ياخد الأسلحة اللي في الصندوق وبيحضر نفسه علشان يخلص على ماسازوكا. وبيوصل ماسازوكا وناميكو للمكان، وأول ما بيشوف الصندوق بتاع الأسلحة بيسيب ناميكو اللي بتطلع تجري وبيروح يفتح الصندوق، بس بيتفاجئ بيه وهو فاضي، وبيتفاجئ بكيسي أول ما بيظهر وهو لابس لبس النينجا ومعاه كل الأسلحة اللي كانت في الصندوق. وبيتعصب ماسازوكا جدا لأنه كان طول حياته بيسعى إنه ياخد الأسلحة اللي في الصندوق، وبيتحرك عليه وكانوا خلاص هيهجموا على بعض، بس بيتفاجئوا بعربيات تيمبل وهي بتهجم عليهم، وده بعد ما اتصل عليهم وقال لهم على مكانهم وامرهم انهم يقتلوا كيسي وناميكو وماسازوكا. وبيجري كيسي وناميكو بسرعه علشان يستخبوا، وبيبدا ماسازوكا يهجم على رجال التيمبل وبيحدف عليهم قنبله وبياخد منهم السلاح وبيقتل كل افراد العصابه اللي قدامه. والمجموعه الثانيه كانت بتجري ورا كيسي وناميكو، بس بيحدف سكاكين كده صغيره على الارض وبيهجم عليهم هو وناميكو وبيخلصوا عليهم كلهم. بس بنشوف مجموعة تانية من أفراد العصابة بتجري وراهم، فبيطلب من ناميكو تستخبى بسرعة لحد ما يخلص هو عليهم، وبيبدأ كيسي يهجم عليهم واحد ورا التاني باستخدام أسلحة النينجا اللي معاه، وبتكون ناميكو واقفة بعيد بتساعده بالقوس اللي معاها، وبتظهر عربية من عربيات العصابة، وكان خلاص هيقتل ماسازوكا بس بينط بسرعة فوق العربية وبيغرز السيف في إيده، وبيقتل كمان كل أفراد العصابة اللي موجودة في المكان، وساعتها بتحاول ناميكو إنها تقتل ماسازوكا باستخدام القوس
بس بيكون هو أسرع منها وبيضربها بالسم في رقبتها، وناميكو بتفقد الوعي على طول، وبيطلع الترياق من جيبه وبيوريه لكيسي وبيقوله إنها لازم تاخده خلال دقايق يا إما هتموت، وبيهجموا الاتنين على بعض. وكان الاتنين مستواهم عالي جدا في القتال لحد ما بيقدر مسازوكا إنه يجرح كيسي في دراعه، وبعدها بيطلع الترياق وبيرميه على الأرض وبتتكسر الإزازة. فبيتعصب كيسي جدا وبيقوم يهجم عليه مرة تانية، وبتوصل الشرطة للمكان وبتأمرهم هما الاتنين انهم يسلموا نفسهم، بس بيكملوا المعركة بتاعتهم. وبيقدر كيسي ساعتها ان يغرز السيف في بطن مسازوكا، وبيجري بسرعة على ناميكو علشان ينقذها، بس بيتفاجئ انها مش بتفوق، وساعتها بيزعل عليها جدا وبيحس بالذنب انه ما قدرش ينقذها. بس بيفتكر ساعتها كلام المدرب بتاعه وهو بيقوله ان السيف شنوبه وعنده القدرة انه يقتل اي حد وكمان يرجعه للحياة مرة تانية، فعلى طول بيفك السيف وبيلاقي فعلا ازازة الترياق جواه وبيشربها لناميكو، اخيرا بتفوق وبيقدر ينقذ حياتها. وبيرجع مرة تانية لمسازوكا وبيمسك سيف النينجا وبيقطع رقبته. وتاني يوم بيوصل المحقق فرانك وبيشكر كيسي انه قادر ينقذهم وخلص على مسازوكا، وكمان بيديله جوازات السفر بتاعتهم وبيعرفوا انه حجز لهم طيارة لليابان علشان يرجعوا لبلدهم مرة تانية، وده بعد ما قبضوا على تيمبل ورجالته كلها. وتاني يوم بيرجعوا لليابان مرة تانية وبيعملوا جنازة للمعلم بتاعهم، وبيبقى كيسي المعلم الجديد لمدرسة النينجا. بيبدأ الفيلم مع تياو شان الوريثة الوحيدة لأغنى شخص في الصين اللي كانت لسه واصلة المدينة، وبيكون في مجموعة من الحراس مستنيينها وصحفيين كتير عمالين يصوروها. وبنعرف ان تياو شان ناوية تتبرع بكل ثروتها لحكومة ماها جايا، وده علشان يعرفوا يواجهوا الجرائم اللي بتحصل في البلد وبالاخص الجرائم اللي بتحصل مع الصينيين. بنروح بعد كده لمجموعة من الجنود في غابات ماها جايا، ديفري وجوي وكام واحد تاني، وبيكون معاهم باي ولونج علشان يقدروا يوصلوهم للمعسكر التابع للمخابرات البريطانية علشان ينقذوا كولينز زعيمهم اللي كان محبوس بقاله فترة لانه ارهابي. ولما بيوصلوا بتدور بينهم وبين الشرطة اللي موجودة في المكان حرب شرسة جدا، وبيبدأ الاتنين يهجموا على بعض. وفي نفس الوقت بيكون في شرطي اسمه جاكا كان نايم، بس بيصحى مفزوع على صوت ضرب النار وبيتفاجئ بمراته وهي بتتقتل قدام عينيه، وبيزعل عليها جدا وبيطلع بسرعة وبيلاقي باي قدامه، فبيبدأوا يشتبكوا مع بعض وبيهجموا على بعض القوة لحد ما واحد من العصابة يرمي قنبلة على جاكا وبياخد بايو وبيمشي. في الوقت ده بيبدأ يشك بايو انهم مش في مهمة انسانية زي ما كانوا مفهمين، وبيتأكد من احساسه لما بيلاقي الفرقة اللي معاه حرروا مسجون واحد بس اللي هو كولت، اللي اول ما بيخرج بينتقم من القائد علشان هو اللي قبض عليه وبيهجم عليه بعنف وبيقتل. وبيخرج كولينز واللي معاه من المعسكر وبيفجروا المعسكر بكل المساجين اللي فيه، بس جاكا كان لسه عايش وهو الوحيد اللي نجا من الانفجار، وبيتصدم لما بيفوق وبيلاقي اصحابه كلهم ماتوا وكمان حبيبته، وبيزعل عليهم جدا. وبعد كده بيلم كل الجثث اللي موجوده وبيدفنهم كلهم، وبيقرر انه هينتقم من اللي عمله كده وهيرجع حقهم كلهم. بننتقل بعد كده لسيدة الاعمال سوينج، ودي بتكون المسؤولة عن كل العصابات اللي موجودة في ماها جاي. وبعدين بتكلم زعيم عصابة كده في التليفون وبيعرفها ان كولينز خرج من السجن، بس بيحذرها انه شخص خارج عن السيطرة وبلاش تتعاملي معاه، بس هي بتقول له مالكش دعوة انت، انا عارفة انا بعمل ايه كويس. وبتأمره يعرف لها معلومات عن تياو شان بنت الملياردير الصيني علشان هتخلي كولينز يقتلها قبل ما تحول الفلوس للحكومة. وبعد فترة بيوصل جاكا لمكان كده وبيجيله واحد وبيعرفه ان فيه اتنين من اللي هجموا على المعسكر موجودين جوه. ولما بيدخل المكان بنلاقي باي ولونج هما اللي جوه وكانوا بيقلبوا رزقهم كده في مباريات القتال الغير شرعية. وبيقف يتفرج على بايو وبيكتشف انه مقاتل محترف جدا، فبيقرر انه ينزل معاه في تحدي رغم انه كان لسه مصاب وعمال ينزل، بس ساعتها ما كانش حاسس بحاجة. وبيروح يدفع رشوة الواحد علشان ينزله القتال، وفعلا بينزل جاكا ولونج في القتال مع بعض، اللي كان مستغرب ان جاكا داخل بخشومية من اول القتال. فبيعرفوا جاكا على نفسه وبيقول له زي ما قتلتلي صحابي ومراتي انا هقتلك النهاردة، بس لونج بيلاقيه مصاب وجاي يهدده فبيديله حركة في التانية وبيقدر يهزمه على طول. وبيكتشف باي ولونج ان جاكا ده كان من ضمن الجنود اللي موجودين في المعسكر، فبيقرروا ياخدوه معاهم وبيروحوا. بعد كده بيفوق جاكا وبيلاقي نفسه موجود في بيت باي ولونج، وعلى الرغم ان جاكا كان عاوز يقتله بس بيقوله ان هو كان عاوز ياخد حقه مش اكتر، وبيبقى جاكا مستغرب انهم ما قتلوهوش، بس بيوضحوله ان هم اتضحك عليهم لان العصابة اللي كانت معاهم مفهماهم انهم رايحين ينقذوا كل المساجين اللي في المعسكر، واتفاجئوا ساعتها لما لقوهم خرجوا كولينز بس وسابوا باقي المساجين. ولما حاولوا ينقذوا باقي المساجين
وقعوهم في الزنزانة وحبسوهم معاهم وسابوا متفجرات شديدة جدا في المكان ومشي، بس قدروا في النهاية انهم يخرجوا من الزنزانة اللي كانوا فيها وخرجوا كل المساجين اللي كانت معاهم وقدروا يهربوا من المكان على اخر لحظة. وبيعرفوا كمان انهم دلوقتي بيحاولوا يجمعوا فلوس علشان يقدروا يوصلوا لعصابة كولينز وينتقموا منهم على اللي عملوه معاه، وبيعرضوا عليه ينضم لهم ويدوروا على المرتزقة دول مع بعض. فبيحس جاكا انهم مش بيكتبوا عليه فبيوافق ينضم لهم، وكمان بيوعدهم انه هيقدر يوصل للمرتزقة دول. وتاني يوم بيصحى باي ولونج من النوم ومش بيلاقوا جاكا، وبيتفاجئوا ان الشرطة وصلت لهم وبيقبضوا عليه. وبعديها لما بيكونوا في مركز الشرطة بيتكلم لونج وبيسأل باي ويقول له هي دي الأماكن الجميلة اللي انت وعدتني بيها، بس بيقول له شكلهم كده هيرجعوك لبلدك الصين تاني. بس بنعرف ان لونج مينفعش يرجع الصين لأنه عامل مشاكل مع عصابات كبيرة هناك وقتل منهم كتير علشان ينتقم لأبوه. بس في نفس الوقت ده كان جاكا بيكلم زعيم العصابة اللي هرب كولينز من السجن، وبيقول له ان باي ولونج اتقبض عليهم وهم دلوقتي بالاسم وشكلهم كده هيعترفوا على كل حاجة في مقابل انهم يخرجوا. فبيكلم زعيم العصابة كولينز وبيعرفوا ان الاتنين اللي كانوا معاهم في المعسكر لسه عايشين ودلوقتي موجودين في اسم الشرطة، وبيأمروا انه يقتلهم قبل ما يتكلموا علشان هم عارفين شكلهم وده خطر عليهم. في نفس الوقت كانت تياو شان وصلت الفندق اللي هتعمل فيه لقاء تلفزيوني، وساعتها كولينز واللي معاه كانوا بيراقبوا الفندق ده وهم مستنيينها لحد ما تخلص وتخرج علشان يخلصوا عليه، وده علشان زي ما قلنا في الاول ناوية تتبرع بثروتها للحكومة، وده في حد ذاته خطر على كل زعماء العصابات. في نفس الوقت كان اللقاء بدا وبيسالها المذيع عن سبب تبرعها بكل فلوسها لحكومه مهاجايا، فبتعرفوا قد ايه هي بتحب البلد دي وكمان علشان ابوها اتولد فيها وزعلانه على الاطفال اللي عايشين فيها لانهم مش بيبقوا حاسين بالامان ومش بيعرفوا يعيشوا حياتهم زي باقي الاطفال، وكمان علشان سكان البلد دي يعرفوا يعيشوا ويشتغلوا فيها وهم حاسين بالامان علشان يقدروا يرجعوا اقتصاد البلد احسن من الاول. في نفس الوقت كانوا بينقلوا بايو علشان يحققوا معاه، وبيشوفها لونج في التلفزيون بالصدفه، وبيخلص اللقاء وبتخرج تياو شان من الفندق معاها ليانج مسؤوله التامين والحراسه، وبيتفاجئوا بكولينز واللي معاه وهم بيبداوا يضربوا عليهم نار، وبيدخلوا مع الحرس في معركه شرسه جدا، وبتحاول ليانج تغطي على تياو شان وتركبها العربية علشان تبعد عنها ضرب النار، بس بتتصاب ليانج برصاصة وبتقع على الأرض، بس بتقوم تاني وبتاخد سلاح من على الأرض وبتقوم تكمل ضرب نار على المرتزقة، وبتطلب من تياو شان إنها تهرب وتحاول توصل لمركز الشرطة بأقصى سرعة، فبتطلع تجري بسرعة بس بتلاقي اتنين من المرتزقة بيجروا وراها فبتوقف توك توك وبتركب فيه، فساعتها بينسحب كولينز واللي معاه وبيبقوا متضايقين جدا علشان معرفوش يخلصوا على الهدف بتاعهم، بس بيقرر كولينز انهم يروحوا لمركز الشرطة ويهجموا عليه علشان يقتلوا باي ولون. وبتقدر تياو شان توصل لمركز الشرطة وتعرفهم ان في ناس بتجري وراها وعاوزين يموتوا، بس للأسف مش بيعرفوا هي عاوزة ايه علشان بتكون بتتكلم بالصين، بس بتشوف اللقاء بتاعها على التلفزيون وساعتها بتشاور لهم عليه علشان يعرفوا هي مين، فبيروح الشرطي يجيب لونج علشان يترجم له هي بتقول ايه، وفي نفس الوقت بايو كان بيتحقق معاه وده علشان لعب القمار وكمان القتالات الغير شرعيه اللي بيدخلوها، بس فجاه بيوصل كولينز واللي معاه لمركز الشرطه وبيرموا قنابل وبيدخلوا يضربوا نار على كل اللي موجودين من الشرطه، وبتطلب تياو شان من لونج انه يحميها ويحاول يخرجها من القسم بسرعه بس مش بيبقى عارف هي خرجها ازاي، وبيستغل بايو اللي بيحصل وبيفك الكلبشات من ايده وبيروح بسرعه عند لونج، وبيتفاجئ لما بيلاقي تياو شان معاه وبيقرروا انهم يحموها من كولينز واللي معاه، اللي في الوقت ده بيلاقي شرطيه مرعوبه لوحدها فبيسالها عن مكانهم وتعرفوا ان كل المساجين موجودين تحت ومقفول عليه. في نفس الوقت واحد من افراد العصابه وصل لمكان تياو شان واللي معاها فبيصوب عليها البندقيه، بس ساعتها لونج بيقول له حسابك معانا احنا، فبيقول له لا الحساب معاكم كلكم، ولسه يضرب عليهم نار بايو بيحدف عليه شاشة بيوقع منه البندقية وبيهجم عليه بكل قوة وبيقول بسرعة اللونج ياخدها ويهربوا من المكان، بس راجل العصابة كان قوي جدا وكان عمال يضربه وكمان بيطلع سكينة وبيكون خلاص هيموته، بس فجأة بيوصل جاكا وبيضرب نار عليه وبيقتله على طول، وبيعرف بايو ان بلغ زعيمهم بمكانهم فبيقول له انت خنتنا واحنا ما رضيناش نقتلك، قال له لا ما تفهمنيش غلط انا عملت كده علشان يجوا الاسم وساعتها نقدر نوصل لهم بسهوله، وبيشوف واحده من افراد العصابه وهي عماله تقتل الشرطه فبيروح بسرعه وبيهجم عليها من ظهرها، بس بتكون البنت قويه جدا وبعد ما بيتمكن منها وكان خلاص هيسيبها بس بتطلع مسدس علشان تقتله، بس هو بيكون اسرع منها وبيضربها بالاربجي اللي معاه وبيعملها كفته في ثواني. في نفس الوقت كان لونج وتياو
وشان بيحاولوا يهربوا من مركز الشرطة، بس بيشوفهم واحد من أفراد العصابة وهو مصوب عليهم بالسلاح، بس بيوصل بايو وبيحاول يشتته فبيضرب عليه نار، ولما لونج بيشوف كده بيرجع بسرعة وبيوقع السلاح من إيده وبيبدأ يشتبك معاه. وأثناء ما هما بيتقاتلوا بيأمر بايو إنه ياخد ياوشان ويهرب، وبيبدأ يدخل معاه في معركة شرسة جدا، بس طبعا لونج كان متمرس في القتال وبيقدر إنه يهزمه. وقتها كولينز بيكتشف ان تياو شان ولونج وبايو هربوا من مركز الشرطة، فبيخرج بسرعة وبيركب العربية وبيفضلوا يدوروا عليهم في كل مكان لحد ما بيقدروا يشوفوهم وهما بيجروا، فبينزلوا بسرعة يجروا وراهم، بس بيقدروا انهم يهربوا منهم وبيستخبوا في حتة امان. وساعتها كولينز بيخمن انهم هيستخبوا ناحية السوق، وبيأمر الجندي اللي معاه انه يجيب العربية ويروح يدور عليهم بسرعة، بس الجندي اللي كان معاه بيكون جاب اخره منه من تحكماته وبيرفض انه يسمع كلامه، بس كولينز بيقول له فوق يا ابني انت مش اخد بالك ان احنا في نص الشارع واقفين بالبنادق والشرطة بتدور علينا؟ وساعتها بيجروا هما الاتنين علشان يدوروا على تياو شان واللي معاه، بس بيروح كولينز الاول علشان يتخلص من الاسلحة اللي معاه ويغير هدومه، بس بيتفاجئ بشرطي جاي عليه وبيثبته وبيأمره يرفع ايده علشان يفتشه، بس بيتدخل جاكا وبيدافع عن كولينز وبيضرب الشرطي وبيوقعه على الارض وبياخد منه الكلبشات وبيكلبشه بيه، بس الحركة دي مش بتدخل على كولينز وبيوجع عليه المسدس وبيأمره يرمي السلاح اللي معاه وبيسأله هو مين ليه جاي يدافع عنه، فبيقول له انا مجرد شخص بسيط ليا عداوه مع الاثنين اللي بتدوروا عليهم، وبيقول له انه عاوز ينضم للفريق بتاعه، بس كولينز بيقول له انا ايه اللي يخلينا استعين بواحد زيك، فبيقول له انا عارف كل ركن في المدينه وكمان عارف كل الناس اللي ممكن الاثنين دول يروحوا لهم علشان يستخبوا عندهم، فبيقتنع بكلامه وبيبداوا هما الاثنين يتحركوا مع بعض. وفي نفس الوقت كان لونج وباي وتياو شان في مركب في النهر وبتشكرهم انهم قدروا ينقذوها، وبتعرف من الكلام معاهم انهم عندهم مشاكل مع الشرطة وكمان الدنيا بايظة معاهم في الفلوس، فبتوعدهم انها تساعدهم مقابل انهم يساعدوها ويحموها، وبينصحوها انها ما تروحش لأي اسم شرطة علشان اكيد العصابة هتقدر توصل لها تاني، فالاحسن انها تروح السفارة بتاعتها علشان هناك امن ليها، فبتقتنع بكلامهم وبيبدأوا مشوارهم للسفارة. وفي نفس الوقت كولينز بيكون اخد جاكا وبيقعد مع ديفري وجوي، وبيتكلم جاكا وبيقول لهم اكيد تياو شان هتروح تستخبى في السفارة الصينية، وتياو شان واللي معاها بيكونوا بيسرقوا عربية دلوقتي، ولما بيوصلوا وبيشوفوا شرطة كتير واقفة حوالين السفارة وبيبقوا مش عارفين ايه الموضوع بالظبط. وقتها تياو شان بتتصل على ليانج علشان تطمن عليها وتعرف ايه الموضوع، فبتعرفها ليانج ان الشرطة جالها اخبارية ان في قنبلة عند السفارة، بس ساعتها كولينز ورجالته كانوا بيراقبوا السفارة اللي اول ما بيشوفوا تياو شان واللي معاها بيضربوا عليهم نار، بس بتقدر تياو شان تهرب بالعربية بسرعة، بس كولينز كان بيجري من طريق مختصر وبيقدر يوصل لها وبيطلع على العربية بتاعته، بس بتقدر في ثانية انها توقعه من على وبتهرب منه. وبعدها بيتفاجئوا بجاكا وهو بيتصل على كولينز وبيعرفوا المكان اللي تياو شان موجودة فيه، بس بيقفل معاه وبيوضح لهم ان كل ده خطة هو عملها، وبيأمرهم انهم يهربوا من المكان بسرعة، بس بايو ما بقاش متطمن اللي بيعمله جاكا وبيقول له شكلك بتحفر قبرك بايدك، وبيسيبوه وبيهربوا. واول ما بيوصل كولينز واللي معاه بيعرفوا انهم كانوا هنا، بس هو حاول يمسكهم بس ما عرفش، بس ديفري ما كانش مطمن لجاكا وده علشان هو على طول موجود في المكان المناسب والوقت المناسب، فبيقول له علشان كده انتم محتاجيني، وبعدين لو انت مسكت عليا حاجه اتكلم، فبيقول لديفري انا هعرف بس مش دلوقتي، وساعتها اوعدك ان انا مش هرحمك. بعديها بيكون تياو شان واللي معاها وصلوا المطعم علشان يستخبوا فيه، بس بيقدر كولينز انه يوصل للمطعم اللي هما فيه وبيهدد صاحب المطعم وبيدخل علشان يفتش المكان، بس مش بيقدر يلاقيهم فبياخد اللي معاه وبيمشوا. وساعتها بتوصل رسالة لبايو على تليفونه من السفير الصيني وبيعرفهم انه للأسف مش هيعرف يحميهم وهم بره السفارة، فبيقرروا يفضلوا في المطعم لحد ما يشوفوا هم هيتصرفوا ازاي، بس تياو شان كان عندها كام سؤال وبتقول لهم انتوا شكلكم طيبين، فليه انا لما شفتكم كان مقبوض عليكم؟ وبعدين ازاي جاكا مع كولينز بس في نفس الوقت بيساعدكم؟ فبيتكلم لونجو وبيحكي لها القصة بتاعتهم من قبل ما يروحوا للمعسكر، بعرفها ان جاكا بيعمل كل ده علشان ينتقم من العصابة علشان قتلوا مراته. في نفس الوقت كان كولينز واللي معاه بيدوروا عليهم وبيعرف الفريق بتاعه انهم لازم يلاقوهم قبل 48 ساعة علشان ما يدخلش في مشاكل كبيرة مع سوينج اللي اكيد هتخلص عليهم لو ما نجحوش في المهمة دي. وبنرجع لتياو شان واللي معاها وبيكون بايو واقف يحضر لهم العشاء، وهي بتقترح عليهم انهم يخدعوا كولينز ويتصلوا عليه ويعرفوا انهم خاطفينها ويتفاوضوا معاه انهم يسلموها له، وبعديها يكلموا السفارة
ويعرفوهم المكان اللي هيتفقوا عليه، وساعتها يقدروا يقبضوا على كولينز واللي معاه. وبيقتنعوا بالفكرة، وبيبدأ بايو يكلم كولينز في التليفون وبيعرض عليه انه يسلمه تياو شام مقابل مبلغ 100,000 دولار. فبيوافق كولينز على طول، وبيتفقوا على المكان اللي هيتقابلوا فيه. بس لما بيقفل معاه بيتكلم مع ديفري وبيعرفه انه مش واثق في بايو وحاسس انه هيخدعه، علشان كده قرر انه يشتري سلاح بكل الفلوس اللي باقية معاه علشان يبقى مستعد لو حصل اي حاجة وقدره. تاني يوم بيوصل بايو لرئيس عصابة وبيدخل يقابله على طول، وبنعرف ان بايو كان شغال معاه زمان وبيقول له انت مديوني بحياتي وانا محتاج منك خير. فبيقول له انه محتاج سلاح، فبيفتح له المغارة وقال له نقي اللي انت عاوزه، وبياخدوا كل الاسلحة اللي هيحتاجوها. وبيتكلم زعيم العصابة مع تياو شان وبيعرفها ان المبلغ اللي هتتبرع بيه مش هيغير حاجة، وهتروح حكومة وهتيجي غيرها وممكن تبقى اسود من اللي قبلها. وبيكون بايو لونج اخدوا كل الاسلحة اللي هيحتاجوها وبياخدوا بعضهم وبيرجع. الليل بيكون وصل كولينز للمكان اللي هيتقابلوا فيه، وبيكون معاه قناصة ومعاه كل الفريق بتاعه، وبيكونوا محضرين نفسهم ومستنيين لونج وتياو شان. اللي بيكونوا وصلوا وبيمسك لونج ايد تياو شان على اساس انه خاطفها، بس بايو مش بيدخل معاه، بيدخل من الباب الخلفي وبيقتل اتنين من افراد العصابه. وبيكون لونج وصل لكولينز وبيديله شنطه الفلوس وبيطلب منه يسلمه تياو شان. بس فجاه بيبدا بايو يهجم على كولينز ومعاه، وبتدور بينهم حرب شرسه جدا. وبياخد لونج تياو شان علشان يبعدها عن ضرب النار، وبيخبيها في مكان امان وبيديها مسدس علشان لو احتاجت تدافع عن نفسها. بس بنروح لجاكا اللي كان موجه السلاح على ديفري، وبيعرفه انه كان جندي في المعسكر اللي انت واللي معاك قتلتوا كل اللي فيه. وساعتها بيفضي السلاح بتاعه على الارض وبيقرر انه ياخد حقه بدراعه. وساعتها ديفري بيعرفه انه غلط اكبر غلطه في حياته. تبدا بينهم معركه قويه جدا، وفي نفس الوقت كان في ملحمه شغاله باللونج وجود، ونازلين ضرب في بعض. وعلى الرغم ان جوي كان معاه سلاح، بس لونج كان قوي جدا وقدر انه ياخده منه السلاح اللي كان معاه. فبيخرج جوي سكينه وبيبدا يهجم على لونج، بس بيقدر المره دي انه يصيب. فبيقلع لونج الجاكيت بتاعه وبيسمي الله وبيبدا يهجم على جوي وهاتك يا ضرب لحد ما بيمسك الاثنين السكين. نفس الوقت كان كولينز بيحاول يصيب بايو بس مش بيقدر، وساعتها بيعرف انه مش بيواجه شخص عادي. بس في لحظة من اللحظات جاكا وبايو ولونج كانوا على وشك الهزيمة، ولونج كان بيقول لجوي انه مش لازم القتال بينهم يخلص بالدم، بس جوي بيستهزأ بيه فبيمسك لونج بآلة طوب وبيخلص المعركة على طول. اما جاكا كان خلاص ديفري موقعه على الارض وعمال يخنقه وكان خلاص هيموته فيه، بس بيوصل لونج في الوقت المناسب وبيهجم على ديفري، بس ديفري بياخده واحدة صلي صلي وبيرميه من على السن. بس جاكا بيقوم يضربه ضربة قوية جدا وبيقع ديفري يدو بيموت. اما بايو وكولينز كانوا طحنين بعض ضرب ومحدش فيهم رحم التاني، وشغالين ضربه في الثانيه في الثالثه لحد ما بيوصل جاكا وبيضرب كولينز ضربه قويه بتوقعه على الارض. وبعرفه انه خلاص موت ديفري، فبيقوم كولينز يهجم عليهم هما الاثنين وبيقدر انه يتغلب عليهم وكمان بيرميهم من فوق المبنى. فاول تياو شان ما بتشوف جاكا بتجري علشان تطمن عليه، بس بتتفاجئ بكولينز جاي من وراها، ولما بتيجي تمسك المسدس علشان تدافع عن نفسها بيصوب عليها كولينز بالبندقيه وبيقولها بهدوء كده نزلي المسدس اللي معاك. وبيستعد كولينز علشان يموتها خلاص، بس بيفوق لونج في الوقت المناسب وبيجري عليها وبياخد الرصاصه مكانها، بس الرصاصه بتيجي في دراعه وساعتها بيبقى كولينز هيموت من الغيظ علشان دي كانت اخر رصاصه في البندقيه. وساعتها بيظهر بايو وبيقول له انت حاولت تموتني مرتين بس اوعدك انها مش هتحصل المره الثانيه. وبيبدا يهجم على كولينز بأسلوب جديد في القتال وبيديله كام ضربه كده بتكسر غرور كولينز اللي كان فيه. وبيظهر ان لونج قوي جدا ومحترف في الفنون القتاليه، فبيخرج كولينز من معاه سكينه وبيهجم عليه وبيقدر انه يعوره اكتر من مره، بس بياخد منه السكينه وبيرشعها في قلبه وبيبقى خلاص كولينز بيوقف. بس لونج مش بيبقى مبسوط فبيقول له خد دي كمان، وبيديله واحده كده على الماشي بتخلص عليه بقى خلاص، وبيبقى مبسوط انه خلص من الهم اللي كان فيه وبيروح لهم وهو فرحان. بس للاسف جوي كان فاق وراح عندهم وبيرفع عليهم السلاح، بس تياو شان بتمسك المسدس وبتضرب عليه نار بعد ما كان خلاص هيموت لونج وبتقدر تنقذه، فبيشكرها انها انقذت حياته. وبعديها بشويه بتوصل قوات الشرطه للمكان وبتتكلم ليانج مع تياو شان وبتعرفها انها ما كانتش ساكته وكانوا كل ده بيدوروا عليها، وبتعرفها ان جاكا هو اللي عرفهم مكانها، وكمان هو اللي عرف الشرطة ان سوينج هي اللي كانت عاوزة تقتلها. وأول ما عرفوا هاجموا على المكان بتاعها وقبضوا عليه، وساعتها بتفرح تياو شان واللي معاها في انهم قدروا يخلصوا من اكبر زعيمة عصابة موجودة في مها جاي.